السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي حل تمارين قواعد اللغة العربية للصف الثالث المتوسط، أبواب الفعل الثلاثي ومصادرها. أخذنا المحاضرة اللي قبلها شرحنا الموضوع، واليوم إن شاء الله راح ناخذ التمارين، 6 تمارين، صفحة 36 وصفحة 37. التمرين الأول: استخرج مصدر الفعل الثلاثي واعطي فعله وبابه مبينا سبب أوروده على هذه الأوزان. أولا، قال تعالى: كلي واشربي وقري عينا، فأما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا. هنا عندنا آية قرآنية يريد أبين المصدر والفعل والباب والسبب، يعني نسوي 4 أقسام. يلا عيني خلينا نحل، نسوي 4 أقسام. يلا يوم التمرين الأول إيش أقول هنا؟ أقول المصدر، عيني هذا المصدر، وهنا فعله، وهنا الباب يعني أشوفه من يا باب، وهنا السبب ليش يجي هذا السبب، يعني هيك أسوي 4 حقول. أولا قرينا الآية، عدي بالنقطة الأولى بالآية القرآنية صوما، المصدر صوما، صوما، وين القلم؟ صوما الفعل مالتها بالفعل الماضي صام يصوم، صام يصوم، فتح ضم. هذا احنا قلنا الابواب نحفظها يا باب، باب الاول، ليش؟ لان فتح ضم، الباب الاول فتح ضم. السبب ليش يجي بهذا المصدر صوما، صوما شو نقول؟ لان فعله لازم معتل العين، لان فعله لازم معتل العين، شوفوا يوم، لأنه فعله لازم معتل العين. يا هسه هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الأولى بعد ما بيها، بس هذه قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد المصدر مالته الحمد، يعني الفعل مالته حمد يحمد، حمد يحمد، كسر فتح حمد يحمد. يا باب الباب الرابع، مو اي حمد يحمد الباب الرابع، صح، لان كسر كسره فتح الباب الرابع. ليش نقول؟ لان فعله متعدي، مو لازم، متعدي مكسور العين، لانه فعل، لان فعله متعدي مكسور العين. 3 بعد ما بيها هذه النقطة الثانية، ورث العراقي آباء النفس والعزة من أجداده. آباء، آباء الفعل مالته بالفعل الماضي أبا، بالفعل المضارع يأبا، أبا يأبا. هذا عدي أبا مفتوح، شو نقول؟ الباب الثالث، الباب الثالث فتح فتح، فتحتان يعني فتح فتح، الباب الثالث نقول لأن فعله متعدي مفتوح العين، يعني من المصادر السماعية هاي مو القياسية، لأن فعله متعدي مفتوح العين، لأن فعله متعدي مفتوح العين. بعد ما بها رابعا التلوث البيئي يؤثر سلبا في زرقة السماء وصفائها، وصفائها هاي عدة 2، عدي هذا سلبا وعدي زرقة، اذا سلبا، سلبا هذا المصدر الفعل مالته سلب يسلب، سلب يسلب، فتح ضم الباب الاول، اي الباب الأول. ليش السبب؟ لأن فعله متعدي مفتوح العين.
لأن فعله متعدي مفتوح العين. هذه رابعا. قلنا نقطة رابعة بها اثنين، زرقته، زر زرقته. الفعل مالته زرقة، زرقة لأن دالة على لون، زرقة يزرقوا، زرقة ضم ضم. الباب الخامس ايش كتب الضم ضم؟ يلا ضم ضم عادي. الباب الخامس، الباب الخامس ليش؟ لأن فعله دال على لون وصحيح العين. خلصت التمرين الأول، نجي على يمن التمرين الثاني. خلينا نقرأ بالنصوص القرآنية أفعال ثلاثية استخرجها ثم أعطي مصادرها. قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن يسبحوا بكرة وعشية. يلا عيني خلينا نحل التمرين الثاني. التمرين الثاني هنا خلينا نشوف الفعل، شوفي يكفي لا الفعل عيني هذا التمرين الثاني، الفعل ومصدره. أولا النقطة الأولى، خرج على قومه من المحراب فأوحى، نقول خرج، خرج الفعل خرج، شو يصير؟ خروجا، خرج خروجا. اثنين، قال تعالى: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. دقيقة خلينا نشوف، خرج وسبح بالنقطة الأولى، سبح سبح، شو يصير؟ تسبيحا، تسبيحا. النقطة الثانية عدي يرث، النقطة الثانية يرث، يرث أرثا. كافي عدي بعد؟ لا ما عدي. النقطة الثالثة، قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. عدي النقطة الثالثة، خلقنا، خلقه، خلقه، عدي خلقه وعدي جعله. أي النقطة الثالثة خلقه وجعله، خلق شو يصير؟ خلقا، وجعل جعلا. زين الرابعة، الرابعة قال الشاعر: فقم بعلم ولا تطلب من به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. هنا عندنا قم، يعني قم 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 هي قامة، قامة شو يصير؟ قياما، قياما. وبعد عدي بالنقطة الرابعة تطلب، يعني طلبة، طلبة طلبا. خلص التمرين الثاني، التمرين الثاني. التمرين الثالث عدي نص ما راح أقرأ، راح أقرأ بس المطلب. أعطي أبواب الأفعال الآتية: يعمل، حاز، سهى، شغل، علم، يقول. يلا يوم ننتقل إلى التمرين الثالث. يلا عيوني، التمرين الثالث النقطة الأولى، يريد أبواب الأفعال، بس الأبواب كل شيء ما يريد. يعني أقول هنا الفعل وهنا من يا باب، يعني نقول الباب أو الأبواب. النقطة شنو النقطة الأولى؟ الفعل الأول قصدي، خلنا نكتب الأفعال: يعملوا، اثنين حازة، سهى، شغلة، عليمة، يقولوا. يلا يوم يعملوا شو يصير؟ يعملوا يا باب، يعملوا الباب الرابع، الباب الرابع، الباب الرابع. حازة، حازة أعدي حازة، الباب الأول حازة يحوز، الباب الأول فتح ضم، الباب الأول طبعا يوم على الحركات. سها أيضا الباب الأول يسهو، الباب فتح ضم، الباب الأول.
شغل يشغل، يعني هذا الباب الأول الثالث فتحتان، الباب الثالث علم الباب الرابع، علم يعلم الباب الرابع، أو يقول الباب الأول، يقول عندي فتح ضم الباب الأول. خلصنا من النقطة الأولى. النقطة الثانية شو يريد؟ النقطة الثانية يقول زين الكلمتين الآتيتين عدي ثقة ويدر، يعني بس نوزنها، خلنا نحل هنا ثقة ويدر. هنا عدي ثقة على يا وزين علة ايش اصلها؟ هي اصلها وثقة. شوفوا هاي الاصل، هي ما يريد هاي، بس هيك للتوضيح، بس هيك يريد الوزن مالتها. وثقة اصلها وثقة، وزنه فعل، هنا الواو انحذفت من عندها، الواو محذوفة. وعدي يدر، هنا يفع اصلها دار يفع، عيني. هسه النقطة الثانية كملتها، هسه النقطة الثالثة يقول استخرج فعلا ثلاثيا، استخرج فعلا ثلاثيا واعطي مصدره. يعني شو اقول؟ هنا المصدر وهنا الفعل، فعله. من النص عندي بس نقطة واحدة، هي شلون بهذه؟ عندي نباهة نبه ينبه، نبيها ينبه، هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، دقيقة، هي النقطة الثالثة استخرج، لا هاي طبعا حليت هاي النقطة الرابعة يوم، هاي يوم النقطة الرابعة يقول لي في النص مصدر على وزن فعالة، عيوني خطأت هنا، هذا النقطة الرابعة، في يقول النص مصدر على وزن فعالة، هاي الوزن فعالة، يقول استخرجه بس نباهة. نجي على اليمن، راح أكمل هنا النقطة الثالثة، راح أكمل هنا النقطة الثالثة. يقول استخرج فعل ثلاثيا واعطي مصدره، راح أكتبه خاطر ما تخربطون. نقطة الثالثة استخرج فعلا ثلاثي، يقول واعطي مصدره، يوم هاي النقطة الثالثة وهاي النقطة الرابعة، على وزن فعالة عدي بس نباهة، خاف تخربطون. النقطة الثالثة أقول الفعل الثلاثي وهنا أقول المصدر. الفعل الثلاثي بالنص نقول كان، وهي أفعال ثلاثية، كان كونا، يعمل عملا، شغلا، يقول قولا، مثل ما قلت لكم، يعني هاي النقطة الثالثة وهاي النقطة الرابعة من التمرين الثالث وخلصته. ننتقل إلى التمرين الرابع. التمرين الرابع يقول اعطي وزن كل فعل من الأفعال الآتية مبينا أبوابها. يعني شو أقول؟ أقول الفعل، هنا لازم أخطط الفعل وهنا الوزن وهنا الباب، ما يريد السبب. الفعل خلينا اكتبه ترك يترك، وعد يعد، جلس يجلس، حركات لا تنسوها، ما تعرفون الابواب اذا مو الحركات. جبنة يجبنوا، هجعوا، قعد يقعدوا. هذني كتبت الأفعال، أريد أشوف يا وزن. ترك يتركوا فتح ضم، هذا يا وزن مبين الباب الأول. قبل لا هاي خلينا نشوف الفعل، هو باب اول، اكتب الباب الاول. الوزن مالتها فعل،
لأن فتح ضم يفعل، فعل يفعل، هنا مفتوح العين هنا مضموم العين. وعد يعد، فعل فعل يفعل. هذا الباب الثاني فتح كسر. جلس يجلس، جلس يجلس فتح كسر أيضا الباب الثاني. هنا نكتب الثاني الفعل مالته الوزن مالته نفس الشيء، فعل يفعل فتح كسر. زين، جبن يجبن الباب الخامس ضم ضم، يعني فعل فعل يفعل. الخامس ضم ضم. هجع يهجع فتحتان مبين، نقول فعل يفعل. هذا الباب الثالث. وهنا فتح ضم فعل الباب الأول يفعل، يفعل الباب الأول. عيوني، هذا التمرين الرابع. نجي على التمرين الخامس. التمرين الخامس خلينا نشوف كيف هنا. شي يريد التمرين الخامس؟ يقول اعطي مصادر للمعاني التالية ثم ادخلها في جملة مفيدة. اولا مصدر يدل على لون فعله معتل العين، يعني اول مرة طلع المصدر وبعدين دخله بجملة. المصدر مثل عدي سواد، سواد سواد. نقول ذهب سواد الليل، ذهب سواد الليل. اثنين مصدر يدل على حركة واضطراب، عدي فيضان، فيضان. مثل ايش؟ مثل فاض النهر فيضانا، فاض النهر فيضانا. عيني. ثلاثة مصدر يدل على امتناع، امتناع مثل صيام، صيام. شو نقول؟ صيام المؤمن واجب، صيام المؤمن واجب. أربعة مصدر يدل على عيب، العيب مثل عدي حولا، حولا عيب، حولا. شو أقول؟ ليس في عينك حولا. خامسا مصدر يدل على صوت، الصوت هو البكاء، بكاء. شو نقول؟ تؤلمني، تؤلمني، تؤلمني بكاء الطفل، تؤلمني بكاء الطفل. ستة الأخيرة مصدر يدل على سير، مصدر يدل على سير مثل عدي رحيل، رحيلا. ايش اقول؟ رحل الفرح رحيلا. يلا عيني، بقالي التمرين الأخير هو التمرين السادس. يقول اقرأ المصادر التالية ثم اجب عما يأتي بالأسئلة. عدي صهيل، عطاس، تجارة، عرجة، صعوبة، صيام. ألف اكتب فعل كل مصدر وبابه. باء اكتب وزن كل مصدر وبين سبب مجيء كل منهما في هذه الوزن. التمرين السادس. ألف يريد نكتب فعل، يلا عيني، اي هاي، نكتب فعل كل مصدر وبابه. يعني النقطة الأولى أسوي هنا المصدر، عيني، وهنا الفعل هايوم، وهنا الباب. عدي صهيل، صهيل، صهيل. الفعل مالته سهل، يسهل، سهل، يسهل، سهل، يسهل. هذا الباب الثالث، الباب الثالث إيه، لأن فتح فتح. عدي عطاس، عطاس، عطاس. نقول عطس، عطس، يعطس، يعطس. فتح ضم، هذا الباب الأول فتح ضم. تجارة، تجارة، تجارة. شو يصير؟ تجارة، تجرة، تجرة، يتجر. هذا الباب الثاني مال فتح كسر، الباب الثاني فتح كسر. بعد ايش عندي؟ عرج، 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 عرج. يعرج،
هذا فتح ضمن الباب الأول. يعني ايش عندي بعد؟ صعوبة. صعوبة نقول صعبة، صعبة يصعب، صعبة يصعب. هذا الباب الخامس، لأن اثنينات المضمومات ضم ضمن الباب الخامس. وآخرا أدي صيام، صيام نقول صام يصوم، فتح ضمن الباب الأول، أي فتح ضمن. هاي النقطة الأولى. هسه نجي على اليمن على النقطة الثانية. النقطة الثانية شي يقول لي؟ يقول لي اكتب وزن كل مصدر وبين سبب مجيء كل منهما. يعني شو اسوي هنا؟ اقول هنا المصدر والوزن والسبب. يلا يوم، يا الله، المصدر والوزن والسبب. حبايبي زين، هنا عندنا هنا ذن على المصادر صهيل، الوزن مالته فعيل لأنه دال على صوت. صهيل عدي عطاس فعال لأنه دال على صوت، هذا العطاس. عدي تجارة فعالة لأنه دال على حرفة، على وزن فعالة، حرفة أو صناعة. عدي عرجة، عرج على وزن فعل لأنه دال على عيب. بعدش عدي الصعوبة على وزن فعولة، فعولة لأنه فعله، نقول لأن فعله، فعله لازم مضموم العين، فعله لازم مضموم العين. وآخرا عدي صيام على وزن فعال لأن فعله دال على امتناع. وخلصنا تمارين أبواب الفعل الثلاثي ومصادرها، وبالتوفيق.